اللهم صل وسلم وبارك على صاحب الخلق العظيم والقدر الفخيم من أرسلته رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وحققنا بشيء من خلقه، وعلمنا قليلا من أدبه، وأحي فينا وفي أمته هذه المعاني يا كريم. خرج يوسف الصديق من السجن إلى قصر الملك. خرج يوسف الصديق ليعطي البشرية مثالا للصبر على البلاء وتحمل الظلم والأذى. خرج ليبدأ عهدا جديدا في حياته وحياة كل من حوله. أنا في غاية السعادة يا حوراء، لقد خرج يوسف من السجن. لقد نجح في تفسير رؤيا الملك. أعتقد أن يوسف سيكون له مكانة كبيرة في قصر الملك. ولكنه كان أمراً غريباً عندما اشترط ألا يخرج من السجن إلا بعد أن تظهر براءته. كان قوياً وعنيداً لأنه على الحق يا حوراء. ليس غريباً أن تقع زوجة العزيز في حب يوسف. هذا ما حدث. وكيف يمكن لها أن تواجه الناس بعد ذلك؟ ماذا أفعل؟ هل أتخلص من حياتي؟ لقد أظلمت الدنيا بعيوني. زوجي ينهار ملكه وقد يزول، والنساء لن يقتربن مني بعد الآن. حتى خدم القصر ينظرون لي بكل احتقار. أين ستذهبين يا زليخ؟ أين ستذهبين؟ أين؟ لقد خرج يوسف من السجن الحديدي، ودخلت أنت أيها العزيز سجناً أكبر منه. لقد ضاقت الدنيا في عيني، وأظن أن نهايتي ستكون وشيكاً. ما الذي جرى؟ ما الذي حدث إلى هذا الحد؟ أصغر وأصغر في أعين رعيتي. كيف أصبح أقل رجل من رجالي؟ أي رجل أكثر مني شرفا، وزوجته أكثر من زوجتي عفة؟ لماذا تعيش إذن أيها العزيز؟ لماذا تعيش؟ لماذا؟